حضرتك قلت دكتور لسه ما وصلت لهاش يعني. انا اسمي بولا مجدي، خريج كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، ومدرب تنميه بشريه. ايه رايكم في التواصل؟ حلو صح؟ طيب ها ايه كمان مهم؟ ها ايه رايكم في التواصل برضو؟ بيقربنا لبعض، نافع، تمام. ايه كمان؟ بينمي افكارنا. حلو قوي، بينمي افكارنا ويطور من نفسنا. ها الناس اللي ورا فهمنا بعض، ماشي، حلو قوي. طيب لو سألت سؤال وقلت مين بيعرف يتواصل مع الآخرين بنسبة 80% ويوصل للنتائج اللي هو عايزها على حسب الشخصيات اللي قدامك؟ طيب أصدمك صدمة كبيرة، ودي أول قاعدة نبدأ بيها، عملناها كانت آخر قاعدة يعني. أول قاعدة في التواصل اللي هي كانت آخر قاعدة هنقولها، أنا أتحكم في عقلي، إذا أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. ودي أشهر رقصة عند المصريين، حد عارف إيه هي؟ ها؟ حد عارفها؟ طيب بصوا الرقصة الشهيرة بتاعتنا دي، حد عارف إيه دي؟ محدش عارفها؟ إيه ده؟ مش عارفينها. طيب بصوا يا جماعة، إحنا كمصريين تحديدا يعني مش هنعمم، بس عندنا خطأ، وخطأ يعني جسيم، هو اسمه الشماعات. بنرمي اللوم على مين؟ على الآخرين. يعني لو أنا بابا وماما في البيت وأنا ابنهم مش عارف أتواصل معاهم، فبعمل إيه؟ برمي اللوم عليهم، بقول هم الإيه؟ هم السبب، هم مش عارفين يتواصلوا معايا. طيب لو بابا وماما مش عارفين هم يتواصلوا مع أولادهم، فيقولوا إيه؟ ولادنا هم الإيه؟ هم السبب. طيب إحنا مش عارفين نتواصل مع الناس اللي حوالينا، فنشاور بصوابعنا إيه؟ عليهم، فنرمي اللوم عليهم. فانا خليت مسؤوليتي، لا هو اللي مش عارف يفهمني، هو اللي مش قابلني، هو اللي مش فاهمني، هو وهو وهو، وانا ايه يعني ابيض كده، لا ما بغلطش. فاول قاعده بتقول انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. في مره من المرات كانوا اتنين قاعدين بيصطادوا وعلى نفس البحيره، وكل واحد معاه السناره بتاعته. واللي حصل ان بعد 10 دقايق كده بالظبط بدات تحصل حاجه غريبه جدا، ان واحد من الاثنين عمال بيطلع سمك كتير قوي، والتاني مش مطلع ولا ايه ولا سمك. يمر وقت كمان والاولاني بيطلع سمك كتير والتاني مش مطلع ولا ايه ولا سمك. فبداوا الاثنين يستغربوا علامات الدهشه والتعجب تبان على وشهم. فاللي بيطلع سمك كتير بدا يسال صاحبه، بيقول له هو انت بتحط ايه طعم للسمك عشان مش مطلع ولا سمكه؟ فقال له أنا حاطط فراولة. فبص له كده باستغراب، قال له فراولة إزاي؟ ده السمك ما بيحبش الإيه؟ ما بيحبش الفراولة. فرد عليه قال له أمال أنت حاطط إيه طعم في الصنارة بتاعتك عشان تطلع كل الكمية إيه؟ كل الكمية دي. فقال أنا حاطط الدود اللي هو الطعم اللي بيحبه مين؟ اللي بيحبه السمك. قال له بس أنا ما بحبش الدود، أنا بحب الإيه؟ الفراولة. قال له يبقى هتفضل طول عمرك قاعد هنا مش هتصطاد ولا ايه ولا سمكه، عشان السمك ما بيحبش الايه؟ ما بيحبش الفراوله. الدكتور اللي كان واقف قبل هنا كان بيتكلم على حاجه اسمها الاحتياج. فكره الاحتياج هي دي اللي بتحركنا واحنا بنتواصل مع بعضينا. لو عرفت اوصل لاحتياج الشخص اللي قدامي هعرف اتواصل معاه بنسبه كبيره جدا واوصل اللي انا عايزه. طب لو انا مش قادر احدد احتياجات الشخص ده، ايه اللي هيحصل؟ مش هعرف اتواصل معاه. عشان كده انا مسمي الموضوع اسمه معادله الحياه. معادله، كلمه معادله يعني شويه حاجات كده بنحطها على بعض فتدينا نتيجه ايه؟ كويسه. بالظبط. كام واحد معاه كارت الفيزا؟ الاي تي ام. اوكي حلو قوي. لو وقفنا قدام المكنه ودخلنا الرقم السري غلط، ايه اللي بيحصل؟ اول مره هيطلع لي الكارت ويقول لي الرقم غلط صح. طب لو فضلت احاول مره اتنين، تقريبا تالت مره بيعمل ايه؟ بيسحب الكارت. او احنا بنتواصل مع بعض مش عارفين الرقم السري او المفتاح اللي هدخله علشان اعرف اكسب الشخص اللي ايه اللي قدامي. طيب لو انا مش عارف الرقم السري ده، ايه اللي يحصل؟ علاقه التواصل باظت من قبل ما تبتدي اصلا.
طيب ايه بقى الرقم السري بتاعنا النهارده؟ حد دارس لغه روسيه او ملم باللغه الروسيه؟ حلو. طيب ممكن السلايد اللي بعدها. ده الرقم السري بتاعنا النهارده. طبعا ده مش روسي، بس دي حاجات رموز كده شويه قريبه من الكلمتين اللي هنقولهم. يعني اول كلمه اسمها لوبيش، اسمها ايه؟ لوبيش. وتاني كلمه اسمها جيزن. يبقى اول كلمه اسمها ايه؟ لوبيش، وتاني كلمه اسمها جيزن. كلمه لوبيش يعني الحب باللغه الروسيه، وجيزن يعني الحياه. يبقى الحب والايه ده المفتاح بتاعنا النهارده واحنا بنتواصل مع اي حد، سواء كان خادم او مخدوم او بابا او ماما او اسرتي او شغلي، ايا كان الشخص اللي بتواصل ايه معاه. طيب يعني ايه بقى الحب والحياه؟ وانا بتواصل مع اي حد بقدم الحب اللي بيدي طعم للايه؟ للحياه اللي احنا عايشينها. طب من غير الحب هتبقى المعامله كده واقفه وناشفه، واللي هو ايه بالظبط؟ فاحنا مش عايزين نوصل لده، يبقى هنقدم الحب اللي هيدي طعم للحياه. كان اب واخد ابنه في مكان زي الغابه، وبعدين بدا يعرفه ويفرجه على الحاجات الحلوه اللي ربنا خلقها، وبعدين بدا يسيب ابنه يمشي لوحده علشان يتحمل المسؤوليه ويعتمد على نفسه، بس لسه عين باباه ايه عليه. فعلا بدا الولد يتحرك ويسيب ايد باباه، فضل يمشي 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 لغايه لما خرج بره الغابه اللي مليانه شجر كتير قوي. وصل لمكان فاضي ما فيهوش اي حاجه، وهو بيتامل في الطبيعه والحاجات الحلوه اللي ربنا خلقها، فراح متكعبل في رجله ووقع على وشه، فرجله اتعورت وصرخ من كتر الوجع وقال اه. فرد صوت عليه وقال ايه؟ قال اه. فده المفروض اللي هو ايه؟ صدى الصوت. فبعدين الولد نسي الوجع والتعويره والوقعه وفكر في الايه؟ في الصوت. فبيقول له انت مين؟ فرد الصوت عليه قال له ايه؟ قال له انت مين؟ الولد استغرب، قال له انا بسألك انت مين؟ فرد الصوت قال له ايه؟ انا بسألك انت مين؟ الولد اتجنن، بدأ يتطاول عليه بيقول له انت جبان؟ فرد الصوت قال له ايه؟ كل ما يقول له كلمة يرد عليه بالظبط. فالولد طلع يجري على باباه، بابا بابا الحق انا وقعت وتعورت وحصل كذا كذا كذا، وواحد بكلمه بيرد عليا، شتمته وشتمني، فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. فكان سهل جدا يعمل زي كتير من اباء اليومين دول، يقول ايه؟ بص يا حبيبي، في حاجة اسمها صدى الصوت، وما تاكلش دماغي، انا فيا اللي ايه؟ اللي مكفيني، يلا العب بقى. كان ممكن يعمل كده صح؟ لكن بابا ما عملش كده. الاب ده خد ايده، خد ابن ايده، قال له وريني كده انت وقعت فين؟ قال له انا وقعت هنا. فقال له طيب جرب تكلم الصوت اللي كان بيكلمك وقول له انا بحبك. فالولد قال له انا بحبك. فرد الصوت قال له ايه؟ قال له انا بحبك. فقال له قول له انا بحترمك. فالولد صرخ كده قال له انا بحترمك. فرد الصوت قال له ايه؟ قال له انا بحترمك. فالولد لغايه دلوقتي لسه مش فاهم، بيقول له ايه ده؟ ده من شوية كنت بشتمه يشتمني، دلوقتي بحبه واحترمه فايه؟ يحترمني، هو ايه اللي بيحصل؟ قال له بص يا حبيبي، في علم الطبيعة في قانون اسمه صدى الصوت، بس في الواقع هي دي الحياة اللي احنا عايشينها. أي حاجة بتبعتها للناس اللي حواليك بترجع لك من نفس النوع. بطلع حب بيرجع ايه؟ بطلع اهتمام واحترام بيرجع ايه؟ اهتمام واحترام. طب طلعت عكسهم ايه اللي يحصل؟ هيرجع بالظبط. طيب في سؤال كده يعني جدلي شويه ناس كتير بتساله، طب ما انا بحب الناس والناس ما ايه؟ ما بتحبنيش. ها عايز اسمع بقى ارائكم في النقطه دي. مش بيحصل؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بنقول ان احنا انا بحب فلان بس هو ايه؟ هو ما بيحبنيش، هو مش بيبادلني نفس الحب، مش عارف ايه؟ ماشي مش عارف اتواصل معاه بالظبط. ها اشكرك، حلو قوي. يبقى دي اول جزء في الاجابه، ان انا بحبه بايه؟ بطريقتي. لو اللي فيكم قرا كتاب اسمه لغات الحب الخمس، احنا كلنا عندنا خمس لغات بنعبر بيهم عن الحب وبنستقبل بيهم الايه؟ الحب، كل على حسب ايه؟ اللغه المعينه لكل واحد. فوارد جدا اكون بحب المستر بطريقتي، باللغه ايه؟ بتاعتي. طب هل اللغة بتاعتي تتوافق وتناسب اللغة بتاعت المستر؟ ممكن اه
وممكن لا. فلما احبه بلغتي وهي تبقى مختلفه عني، فالاقي النتيجه عكس اللي انا متوقعها، فاقول ان هو كمان ايه ما بيحبنيش، يبقى انا اللي بعمله ده بيروح على الفاضي. طيب الحاجه الثانيه بقى، ان في بعض النباتات ممكن نرمي بذرتها النهارده وتطلع بعد كام سنه، بعد سنين كتير قوي. بالظبط. فمش لازم عشان بحب فلان النهارده يبقى لازم هو كمان يحبني ايه، يحبني النهارده. لا، هو هيحبني وهيديني اللي انا عايزه، بس ممكن بعد وقت، فاحنا محتاجين نعمل ايه، نصبر شويه. حاجه الثالثه ودي الاهم، في ناس بتتوهم انها بتحب اللي قدامها وبتحترمها، لكن في الواقع مش هو ده اللي بيحصل. في الواقع هم لا بيحبوا ولا ايه ولا بيحترموا، فهو مجرد وهم. عشان كده في واحد اسمه ستيفن اركوفي، ده مدرب تنميه اداريه، بيقول ان المشكله الكبرى في التواصل انك تتوهم انك تتواصل فعلا مع الاخرين. يعني انت بتوهم نفسك ان انت بتتواصل معاهم، لكن في الحقيقه انت ايه، مش بتتواصل معاهم. طيب يبقى احنا كده قلنا قاعده اولى في التواصل، انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. القاعده الثانيه اللي ناخدها من القصه اللي قلناها بتقول احترام وقبول الاخرين زي ما هم، مش مطالبين ان احنا نغير اي حد. عندي ولد في الخدمة مشاغب، احنا هنصلي وهنتعامل معاه بالشكل الكويس لغاية لما يتغير، مش هصلي عشان ايه اغيره، لا مش هيحصل، لان مفيش حد بيتغير الا من جواه، هو اللي بياخد قرار الايه، قرار التغيير. طيب يبقى انا هحبه هحترمه وهقبله بغض النظر عن كل السلوكيات الوحشة اللي ايه اللي بيعملها، وده الوحيد اللي بيعملها معانا هو ربنا. لو احنا اخطأنا وعملنا خطايا كتير قوي، احنا بالنسبة له اشخاص مقبولين ومحبوبين، صح؟ طب لو رجعنا اعترفنا وتبنا وبقينا بنعمل حاجات حلوة قوي، فاحنا برضو ايه، مقبولين ومحبوبين. فاحنا عايزين نتعامل كده مع الناس، فالخدام يتعاملوا كده مع المخدومين، والخدام يتعاملوا كده مع بعض، والخادم في اسرته والاسرة مع الخادم، كل الناس بتتواصل مع بعض بالمبدأ ده، احترام وقبول الآخرين زي ما هم. عشان كده في خمس احتياجات مهمين قبل ما ناخد النقطة التانية. أي إنسان في الدنيا محتاج الخمسة ميم اللي هقول عليهم دول. والخمسة ميم ليه؟ عشان كل واحدة فيهم بتبدأ بحرف الإيه؟ بحرف الميم. أول ميم فيهم اسمها مرئي. اسمها إيه؟ مرئي. يعني ايه مرئي؟ يعني محتاج وانا بتواصل مع اللي قدامي اشوفه ويشوفني. تخيلوا انا بدي حضراتكم المحاضره دي وواقف، سوري يعني بديكم المحاضره وانا وشي كده، او العكس انا واقف وكلكم مديني ظهركم، ايه اللي هيحصل؟ بعد كام دقيقه هنمشي او هنزهق؟ هنزهق، صح؟ فما فيش تواصل بصري بيني وبين اللي بكلمه. فمهم جدا وانا بتواصل مع المخدوم اللي معايا تبقى عيني في عينه، ده بيدي اهتمام كبير جدا جدا جدا. فلو بمجرد ما هنفقد التواصل البصري ده بدأ يعني يبقى في شرخ في التواصل ومش عارفين ايه نتواصل مع بعض. يبقى اول نقطة هي مرئي. طيب تاني نقطة هي مسموع. شفت اللي قدامي وباصص في عينيه وحلو قوي مدي له اهتمام، بس ايه، وداني في حته ثانيه. انا شايفك اهو ومعاك مركز، بس انا ممكن اكون ايه، مش سامعه، او سامع بس مش مستمع، او مش مصغي، او مش مركز مع اللي بيقوله. فهنا عملت سمع وليس استماع واصغاء وانصات علشان ابقى مركز معي. فالنقطتين دول بس كفيلين ان هم يبوظوا علاقة التواصل بيني وبين الاخر، ان انا لا شايفه ولا سامع كل كلماته، وبالاخص المشاعر اللي بتحملها لايه، بتحملها الكلمات. طيب تالت ميم محل اهتمام. ممكن ابقى سامع اللي قدامي وشايفه بشكل كويس جدا، بس مش مهتم بولا كلمة من اللي هو ايه بيقولها. انا مركز معاه اهو وسامعه، بس مش مهتم بالايه، باللي بيقوله، او بقلل
من الكلام اللي بيقوله ومن أهميته، لأن أنا شايفه مش مهم، لكن هو بالنسبة له إيه؟ حاجة مهمة، حاجة كبيرة، فلازم آخد برأيه، لازم آخد باللي بيقوله علشان نبني علاقة تواصل مع بعض. الميم الرابعة والخامسة مقبول ومحبوب، ودول لسه متكلمين عنهم من دقيقتين تقريبا. فالخمسة ميم دول مرئي، مسموع، محل اهتمام، مقبول، محبوب، أي إنسان في الدنيا محتاجهم. طيب لو ما سددهمش بشكل إيجابي هيسددهم بشكل إيه؟ غير إيجابي. بشبهها بالظبط إن الواحد عطشان وماشي في الصحراء، لو لقي إزازة مية معدنية هيعمل إيه؟ هيشرب. طيب لو لقي نفس الإزازة بس مية مالحة إيه اللي هيحصل؟ هيشرب برضه. هو لو ما شربش إيه؟ هيموت. فالشخص اللي جعان للاحتياجات دي واللي عطشان للاحتياجات دي لو ما لقاهاش في البيت، لو ما لقاهاش في الكنيسة، للأسف هيدور عليها إيه؟ بره. وهنا بقى بتحصل بقى ايه؟ يعني انتوا اكيد عارفين يعني، تمام؟ مش هنقول كلمه مشاكل، دي كلمه صغيره يعني، تمام؟ طيب يبقى مهم جدا نحط في اعتبارنا وانا بتواصل مع اللي قدامي الخمسه ميم دول. لو انا سددتهم لاي حد قدامي انا كسبته، او بالمعنى اللي قالته القصه الاولانيه استط الشخص اللي ايه؟ الشخص اللي قدامي. يبقى كده خدنا قاعدتين وخمس احتياجات. القاعده الثالثه بتقول الخريطة مش هي المنطقة. يعني ايه الكلام ده؟ الخريطة دي اللي هي وجهة نظري، والمنطقة اللي هي الواقع. لو جينا كتبت كده رقم سبعة على الأرض، أنا شايفها ايه؟ وحضراتكم شايفينها ايه؟ طيب لو حد واقف هنا هيشوفها؟ اتنين، أو علامة ايه؟ أكبر من. طب لو حد هنا هيشوفها أصغر من. طب لو واحد شافها من فوق ممكن يشوفها حرف الايه؟ حرف الفي، صح؟ طيب مين فينا صح؟ كلنا صح؟ طيب ولما كلنا صح ليه كل يوم بنتخانق ونقطع في بعض علشان نثبت لبعض ان انا اللي ايه؟ كل واحد عايز يثبت ان هو اللي صح، مع ان احنا كلنا صح. بس لو في حاجه اسمها المرونه وجيت مكان الشخص اللي قدامي وشفت هو بيفكر ازاي وشايفها من انهي وجهه نظر، هعرف هو ليه بيقول كده، هو ليه متمسك بالرأي بتاعه. لكن احنا لا، انا شايفها سبعة يبقى كلكم لازم تشوفوها ايه؟ لو ما شفتهاش سبعة يبقى انا بس اللي صح وكلكم ايه؟ غلطانين. الانا هنا ايه؟ بتطلع. فمهم جدا افترض ان في 1% عكس اللي بفكر ايه؟ اللي بفكر فيه. لو انا معايا خريطة لمكان سياحي، هل اللي في الخريطة هو هو اللي بروح الاقيه في المكان اللي هناك؟ ولا الخريطة دي مجرد ايه؟ صورة، رسم بيوضح المكان اللي احنا رايحينه، لكن لما بنروح هناك بقى بنلاقي ايه؟ مداخل ومخارج وطالع ونازل، حاجات كتيرة قوي، صح؟ فمهم جدا لما اتواصل مع اي حد، هو بيقول كذا وانا بقول ايه؟ كذا. فهفترض ان خريطتي او وجهة نظري دي مش هي المنطقة او الواقع. يعني مش دايما انا صح، مش دايما انا ايه؟ انا صح. واللي شايف نفسه صح طول الوقت يعني في اقرب وقت ايه؟ هيقع. لكن اللي بيعترف بان هو مش صح طول الوقت ده شخص متزن وعارف ان دايما خريطته مش هي المنطقه. فلما يقول مثلا كل الولاد بتوع اعدادي وحشين، هو عمل كده عمليه ايه؟ تعميم، اعمم المشكله على كل اللي موجودين. طب هل كلهم وحشين؟ كلهم؟ مفيش ولا واحد حتى بس حلو؟ اكيد ايه، اكيد فيه، بس هو بسبب ان دي وجهة نظره فراح معممها على انها الواقع اللي لازم كل الناس تعترف ايه، تعترف بيه. فمهم جدا في التواصل ان الخريطة ما تبقاش هي المنطقة، يعني وجهة نظري ما تبقاش هي الواقع على طول. طيب نقطة ثالثة في التواصل بتقول ان وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. تاني، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. إيه رأيكم في المقولة دي؟ هو الحرامي لما بيسرق عنده نية إيجابية؟ ها، في حد بيعمل كده؟ عنده نية إيجابية؟ من وجهة نظره، صح؟ طيب الطفل المشاغب في مدارس الأحد عنده نية إيجابية؟
بالظبط، عايز يقول انا موجود انا اهو، بس هو مش عارف يختار الطريقه الصح اللي يعبر ايه اللي يعبر بيها. فلما اشوف واحد مشاغب عندي في مدارس الاحد ولا في الفصل، ما احكمش عليه بقول ان الولد ده ايه مش مؤدب مش عارف ايه مش بيحترم، لا، افترض دايما ان في نيه ايجابيه ورا الايه ورا اللي بيعمله. هو اكيد عايز يقول لي انا موجود، هو عايز يثبت نفسه، عايز يقول شخصيتي اهي بتوضح قدامكم. فانا المفروض اتعامل مع النيه قبل ما اتعامل مع الايه مع السلوك. طب لو اتعاملت مع السلوك اللي هو اللي ظاهر، ايه اللي هيحصل؟ بنسبه كبيره جدا هحكم بشكل غلط، وبالتالي التواصل بيني وبينه هيبقى ايه؟ اولا مش هيبقى فيه تواصل، وهيبقى العلاقه بيننا مش متزنه، متوتره، هيبقى انا شخص غير مقبول بالنسبه له، هو شخص غير مقبول بالنسبه لي، فكسبنا ايه؟ ما كسبناش اي حاجه، فخسرنا فرد مهم جدا جوه الكنيسه. فمهم جدا افترض النيه الايجابيه وابدا اشتغل عليها. انت عايز تظهر؟ طيب تعالى انت قول الترنيمه دي، تعالي مثلا وزعي الطايو، اعمل كذا، تعالى نشارك مع بعض في كذا، نعمل ورش عمل. فهنا خرج الطاقه بتاعته في عمل ايجابي يجيب النتيجه اللي احنا ايه عايزينها. لكن لو فضلت اتعامل معاه لان هو شخص سيء ووحش طول الوقت، مش هوصل معاه لايه للنتيجه. نقطه تاني بتقول ان الشخص الاكثر مرونه هو الاكثر نجاحا. مين عنده نمل في البيت؟ كلنا صح؟ في الصيف. طيب لما يجي الصيف ان شاء الله يعني، او لو شفنا نمله في البيت هنروح نلعب مع النمل. لو حطينا ايدينا قدام النمله كده، ايه اللي بيحصل؟ ممكن تحوت صح؟ طب لو حطيت ايدي كده ممكن تطلع على ايدي. طب لو شافت فراغات بين صوابعي، ايه اللي ممكن يحصل؟ بتدخل صح؟ طيب هل النمله بتزهق؟ بتفقد الصبر وطوله البال بتاعتها؟ لا، هي عندها هدف هتوصل له. يعني ايه؟ في حاله واحده بس ما بتوصلش، لما ايه؟ لما نموتها، بنفعصها. عارفين بنفعصها ليه بقى؟ عشان احنا ما عندناش لا صبر ولا طوله بال ولا مرونه زي اللي ايه؟ زي اللي هي عندها. فاحنا عايزين نتعلم من النمله نقطه المرونه دي. انا عندي هدف ان انا اكسب المخدوم ده. طيب دخلت له كده السكه دي ما جابتش معاه قوي، اوكي نغير. طيب دخلت له من الطريق الثاني ما وصلتش، طب الطريق الثالث ما وصلتش. لو انا زهقت ووقفت لغايه كده وقلت ان مفيش فايده، يبقى انا كده استسلمت ورفعت الايه؟ رفعت رايي، يبقى انا كده مش شخص مرن. طيب المرونه تقول ان انا اجرب ولو مليون مره ومليون طريقه ومليون بديل عشان اوصل للايه؟ للي انا عايزه. عشان كده في مقوله حلوه بتقول لا تبكي امام الباب المغلق فربما مئات الابواب مفتوحه من حوله. في ناس اول ما يتقفل في وشها الباب تقعد تخبط دماغها في الايه؟ في الباب. هيتفتح؟ مين اللي هيتفتح؟ دماغه اللي هتتفتح صح؟ طيب الشخص بقى المرن بيدور بقى، الباب ده اتقفل يبقى اكيد في باب تاني، يبقى اكيد في طريقه تانيه، يبقى اكيد في حل تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون. بس اللي عنده ايه؟ اللي عنده صبر وطوله بال ومرونه. تمام؟ النقطة رقم 5 بتقول، نعم بالظبط، ابتسم من فضلك. أنا ممكن أكسب مخدوم قدامي بسبب إيه؟ ابتسامتي. ممكن أكسب أي شخص، ممكن أكسب مديري في الشغل، ممكن أكسب زوجتي، ممكن أكسب زوجي، ممكن أكسب ولادي بسبب الإيه؟ الابتسامة. في ناس بتخاف تضحك عشان ما تعرفش إيه؟ لحسن ما تعرفش تكشر بعد كده يعني. فالابتسامة ليها مفعول السحر. فلو ابتسمنا في وش الناس ده كارت بلانش كده لينا ندخل ونبدأ بقى نتواصل إيه؟ نتواصل معاهم. طب لو الوش الخشب لابسينه طول اليوم، إيه اللي يحصل؟ كان دايما دكتور ابراهيم الفي بيقول وانت رايح شغلك على باب الشركه كده سيب مشاكل الايه؟ سيب مشاكل البيت، وتاكد ان بعد ما هتخلص هتطلع ايه؟ تلاقيهم. وانت داخل شقتك او بيتك سيب مشاكل الشغل على باب الايه؟ على باب البيت، وبرده وانت طالع تاني يوم هتلاقيهم. فعايزين نفصل، انا خادم
وغصب عني وبسبب ضعف البشري عندي مشاكل في البيت، هل المخدوم ليه ذنب؟ اعتقد لا، ده في وجهة نظري يعني. فالمخدوم ملوش ذنب، فانا لو كشرت في وشه يبقى انا ايه؟ يبقى انا مش هكسبه. هو هيقول وانا مالي، هو يعني خلاف مع مراته في البيت، مع اخته، مع اخوه، مع بنته، انا ماليش ذنب. وفعلا هو ملوش ذنب، فاحنا محتاجين نبتسم في وش الاخرين. تمام. طيب نقطة تانية اسمها سحر الكلمات. في مقولة حلوة بتقول مش مهم هتقول ايه، المهم هتقوله ازاي، الطريقة بتفرق. كانوا اتنين متجوزين وبيحبوا بعض جدا، بس الزوجة بدأت تقصر شوية في شغل البيت، فبدأت تراب بقى يدخل ويجي على المرايات، فجوزها حس ان الوضع مش قد كده يعني، ففكر ازاي يختار طريقة حلوة يقول لها خدي بالك من شغل الايه، من شغل البيت. فضل يفكر يفكر لغاية لما جات له فكرة، راح كاتب لها كده على المراية بصباعه بحبك وحشتيني بس، وراح رايح الشغل بتاعه على التراب. فهي دخلت الاوضه او الحمام او ايا كان يعني، لقيت مكان صباعه ايه، معلم في التراب او على التراب. فهي اكتشفت ان هي خلاص كده، لا ده في تراب، يبقى انا اذا مقصره. ففعلا بدات تنظف الايه، تنظف البيت. مش كان وارد يختار طريقه تانية؟ هي هانم المزبله اللي احنا مش هقول طبعا. تمام. تمام. وما كانتش هتعمل، ولو كانت عملت كانت هتعمل وهي ايه، وهي متضرره، وهي حاسه ان في حاجه ايه، حاسه ان في حاجه غلط. تمسح التراب اللي حواليها وتسيب بحبك. طيب. يكتبها لها على حته تانية، يجيب وايت بورد كده مثلا ولا حاجه يعني. طيب كانوا اتنين صحاب بيحبوا بعض جدا، وفي يوم من الايام حصلت ما بينهم مشكله، والمشكله دي النتيجه بتاعتها ان واحد من الاثنين راح قايل لصاحبه كلمه مش حلوه فضايقته او شبه جرحته. فالاثنين اتضايقوا، الاولاني اتضايق من نفسه ان هو ضايق صاحبه وزعله، ودي تقريبا من اول مره تحصل ما بينهم، والتاني زعل من صاحبه علشان هو ايه، ضايقه وزعله. فالمهم فضل بكل كلمات الاعتذار اللي في الدنيا بدا يقولها له ويتواصل بيه معاها بيها. فا اوكي، قال له خلاص انا مش زعلان منك وسامحتك وي وي، بس لسه الشخص الاولاني زعلان من نفسه على ان هو ايه، زعله. فيعمل ايه، يعمل ايه؟ فضل يفكر وهو ماشي، وكان باين على وشه علامات الحزن. قابله راجل كبير كده في السن، فبيقول له مالك يا ابني، انت زعلان ليه؟ فقال له بصراحه حصل كذا كذا كذا، وانا ما كانش ينفع ازعل صاحبي، ف مش عارف اعمل ايه بصراحه. قال له طب انت صالحته واعتذرت له؟ قال له اه. قال له طب هو ايه اللي اعتذارك؟ قال له قال له طب انت متضايق ليه دلوقتي؟ قال له عشان انا ما كانش ينفع ايه، ازعله. قال له طيب ممكن اطلب منك طلب؟ قال له اتفضل. قال له انت هتروح تجمع شويه ريش من ريش الفراخ او ريش الطيور، وتحط على كل بيت او قدام كل بيت ايه، ريشه، وتيجي تقول لي عملت ايه. فهو مش فاهم، قال له طيب ماشي. راح جمع شويه ريش وحط قدام كل بيت من البيوت اللي حواليهم ايه، ريشه. قال له حطيت الريش؟ قال له. قال له طيب روح اجمع الايه، الريش تاني. راح يجمع الريش، ما لقاش الايه، ما لقاش الريش، الهواء فعلا طيره. فرجع زعلان اكتر من الايه، من الاول. فبيقول له مالك انت زعلان ليه؟ قال له انا تعبت ورحت وعملت وحطيت الريش زي ما قلت لي، وجيت المه ما لقيتش ولا ايه، ولا ريشه. قال له طب انت ما اتعلمتش حاجه من اللي حصل ده؟ بالظبط. بس هو قال له ما حسيتش حاجه انت عايز تعلمها لي يعني. قال له اجمع ريش الطيور او امسك لسانك. لو هتقدر تجمع ريش الطيور اوكي، يبقى انت الكلمات اللي هتقدر تقولها هتقدر ترجعها ايه، ترجعها تاني. لكن لو ما كانش يبقى امسك لسانك ايه، افضل. يبقى خد بالك من الكلمات اللي انت بتقولها، لان الكلمات بتقتل. الكلمات بتعمل ايه؟ بتقتل. وياما نفوس كتيره قوي اتقتلت في مشاعرها بسبب ايه؟ كلمات. ياما يعني ناس اتجرحت بسبب كلمه، بسبب ان انا قلت له آه لا انت ما ينفعش تكون معانا في الخدمه، فايه؟ خرج ولم ايه؟ ولم يعد، بسبب كلمه. كان ممكن اقول له نفس الكلمه بس بشكل ايه؟ بشكل ثاني. كان ممكن اوكي، ممكن تاخد كورس عدد خدام، ويعني تقرا كتير قوي وتصلي ان ربنا يديك نعمه وي وي وي، وترجع وتبقى معانا.
فكان ممكن يقبلها، لكن التانية. فناخد بالنا كويس جدا من الكلمات اللي احنا بنقولها. فمهم جدا وانا بتواصل مع الاخرين اراعي ان الكلمة ليها سحر. ليها ايه؟ ليها سحر. نقطة مهمة جدا ونقف عندها شوية، هي مهارة الاستماع الفعال. في الغالب احنا بنسمع اللي على مزاجنا ونفوت اللي ايه؟ اللي مش على مزاجنا. بس في خدمات محددة كده معروف انها اسمها الخدمة الفردية. حد بيخدم خدمة فردية؟ حلو. الخدمات الفردية دي بالذات محتاجة ايه؟ الودان شغالة بشكل غير عادي. وهنا لازم ابقى سامع ومستمع ومتعاطف مع الشخص اللي قدامي. طيب وانا بتواصل مع حد وبتعاطف معاه، ينفع اتفه واقلل من الكلام اللي هو بيقوله؟ خسرته ومش هيتواصل معايا تاني. طيب يبقى مهم جدا وانا بسمعه ابقى شخص موضوعي جدا ومحايد جدا، وافصل نفسي كاي حاجه عن الشخص ده. انا اوكي، انا هسمعك وهنحلل المشكله مع بعض ونوصل مع بعض للايه؟ للحل. فكره الحلول الجاهزه اعتقد انها بطلت من زمان. خد الحل ده هيجي على مقاسك. حلو قوي، حلو قوي للمشكله اللي انت ايه؟ اللي انت فيها. لا، احنا عايزين واحنا بنتواصل مع المخدومين وبنفكر لهم في حلول المشكله، خلي دايما الحلول تطلع ايه؟ تطلع منه هو. وده كمان ينفع قوي مع سن اعدادي وثانوي. ما يحبش ان هو ايه؟ يبقى فيه وصايه عليه، او في حد بيقول له اعمل او سوي او ما تروحش او ما تجيش. لا، هو عايز الحاجه تطلع من ايه؟ هنا بيحس ان انا موجود. حتى يمكن الاطفال الصغيرين برضو يعني بدات تظهر عندهم قوي، بس سن المراهقه بالذات محتاج ان انا اسمعه كويس جدا، محتاج اهتم بيه كويس جدا، اتعاطف مع مشكلته ونفكر في حلول. كان دايما كده بيتقال في التربيه ان في سن الطفوله ده اكتر سن محتاج ان انت كبابا وماما او كخادم تتكلم كتير. دورك ان انت ايه؟ تتكلم، لان في الوقت ده هو عامل زي الريسيفر، مستقبل مستقبل مستقبل، عمال بيزرع ويرسخ معتقدات وقيم ومبادئ وي وي وي. في سن المراهقه محتاج بقى ايه؟ نوقف كلام شويه ونديله هو فرصه يتكلم واحنا ايه؟ نسمع. احنا الحمد لله بنعمل بالظبط بس بالايه؟ بالعكس. في وقت الطفوله بيبقى فيه يعني انجاز التعبير كده خرس في البيت وفي الكنيسه وي وي وي. نيجي بقى في وقت المراهقه بقى يحصل ايه؟ العكس. اعمل 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 اعمل، سوي 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 سوي، ما تروحش ما تروحش ما تروح، ما تجيش ما تجيش، وهكذا. فاحنا عايزين نظبط الحته دي قوي، نسمع في وقت ما نكون عايزين نسمع، ونتكلم في الوقت المفروض نتكلم ايه؟ نتكلم فيه. طيب دي كام نقطه كده من نقط التواصل مع الاخرين. في مهمه، نقطه مهمه جدا هي النقد. واوقات كتير المخدومين بيخطئوا واحنا كمان بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش، بس ممكن اقول اللي قدامي انت غلطان بشكل شيك وحلو وفعلا يعترف بخطئه، وممكن اقول له انت غلطان وايه اللي يحصل؟ ويكرهني ويكره الخدمه ويكره الكنيسه ويكره البيت ويكره عيشته كلها بسبب الايه؟ الطريقه اللي بنتقده بيها. ففي طريقه حلوه قوي اسمها سندوتش النقد. سندوتش النقد دي ببساطة بتقول لنا ايه؟ انا هقول كلام حلو عن الشخص اللي قدامي، وبعدين هدخل الانتقاد في النص او النقد في النص، وبعدين اقول كلام ايه؟ كلام حلو تاني. ليه بقى؟ لان المخ بتاعنا بيبني على اخر حاجة بتروح له. فلما اقول لفلان انت ولد كويس وشاطر، بس اهم حاجة من غير ما انافق، يعني مش هقول كلام مش فيه، لا هقول كلام فعلا ايه؟ موجود فيه. انت ولد كويس وشاطر وممتاز وملتزم، بس النهارده انت غلطت، الغلطه دي هي كذا، ولازم اعمل استريس على ايه؟ على كذا دي، عشان اعرفه ان هو ايه؟ غلطان. بس ده مش معناه ان انت ولد مش وحش، لا ده انت ولد كويس، بس عارف ان انت كان ليك يعني عذرك في الغلطه دي، بس هنستنى منك ايه؟ التزام اكتر وتميز اكتر وشطاره اكتر. فعمال بقول كلمات حلوه تقفل بيها الايه؟ الحوار. فبدأت كلام إيجابي، حطيت النقد في النص، وبعدين قفلت الكلام بإيه؟ بحاجة إيجابية برضو.
فاخر حاجه هتعلم معاها وترسخ في ذهنه الايه؟ الايجابي. لكن لو انا قلت له على فكره انت غلطان، ولو حد درس لغه جسد هيعرف ان الصباع ده دايما صباع ايه؟ اتهام ونقد وامر وتهديد، فانت غلطان، فايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك هيبقى في قانون اسمه قانون الايه؟ التبرير. لا انا مش غلطان، اثبت ان انا غلطان. فهيقول لك انا وجهه نظري للموضوع كذا، انا شايفها من وجهه نظري. فيبدا بقى ندخل بقى في الجدال، احنا اصلا في غنى ايه؟ في غنى عنه. لكن لما ابدا بكلمات ايجابيه وحلوه، انا عارف ان كلنا بنغلط، وانت ولد كويس بس انت غلطت في ده، ومش عايزين نعمل ده تاني، بس ده لا يعني ان انت حد كويس ووي، فمستنيين منك الايه؟ الافضل. فمهم جدا اختار الكلمات الحلوه الايجابيه اللي في الشخص وادخل النقد في وسطيها. علشان ما اطولش على حضراتكم، طبعا التواصل موضوع كبير جدا 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 جدا، بس كانوا اتنين بيحبوا بعض وقرروا ان هما يكللوا علاقه الحب الجميله دي بالجواز، وفعلا اتجوزوا، وعدت سنه اولى جواز وهما لسه بيحبوا ايه؟ هما لسه بيحبوا بعض. والسنه الثانيه في جوازهم عدت وهما برضو لسه بيحبوا ايه؟ بيحبوا بعض. واضح انهم مش مصريين يعني. وعشان احنا بدانا نحقد عليهم، في السنه الثالثه بدات تحصل مشكله كانت هتبوظ العلاقه ايه؟ العلاقه ما بينهم. فبسرعه الزوج اكتشف ان المشكله عند مراته، انها بدات ما تسمعوش ايه؟ ما تسمعوش كويس، عندها مشكله في ودنها. فقال انا لازم اشوف حل بسرعه للمشكله دي. فعلا فضل يفكر لغايه لما وصل لفكره ان هو يروح لدكتور انف واذن يطرح عليه المشكله ويشوف ايه الحل بتاعها. راح لدكتور، يا دكتور الحقني، انا واقع في مشكله ومراتي وبحبها وودانها دلوقتي بتتعبها ومش بتسمعني ايه كويس. فقال له انا اسف مش هقدر اساعدك الا لما تجيبها لي عشان اكشف ايه؟ اكشف عليه. فقال له لا انا خايف على مشاعرها ومش عايز اذيها، فقول لي على اي طريقه او اي وصفه وانا هنفذها. قال له اوكي. بدا يتعاطف معاه مع المشكله بتاعته. قال له انت هتروح البيت تكلم مراتك وتشوفها تسمعك من على بعد قد ايه، وتحدد المسافه وتيجي تقول لي. فقال له اوكي ماشي. روح البيت، فتح الشقه ودخل. مساء الخير يا حبيبتي، طب خلنا ايه النهارده؟ محدش ايه؟ محدش رد عليه. راح واخد خطوه لغايه الصاله كده او الريسبشن. مساء الخير يا حبيبتي، طب خلنا ايه النهارده؟ هوا بيكلم ايه؟ بيكلم نفسه. راح واخد خطوه كمان لغايه الباب بتاع المطبخ. مساء الخير يا حبيبتي، طب خلنا ايه النهارده؟ برده محدش ايه؟ محدش بيرد عليه. الخطوه الرابعه وقف جنب ودنها. مساء الخير يا حبيبتي، طب خلنا ايه النهارده؟ راح تهبت في وشه بتقوله في ايه؟ دي رابع مره اقول لك مكرونه بالايه؟ بالبشاميل. فهنا المشكله طلعت عند مين؟ شايفين الصوابع دي؟ ها؟ اللي هي ايه؟ الشماعات بتاعتنا. هو كان فاكر المشكله عندها هي، وهي مش عارفه تتواصل معاه، هي اللي مش فاهماه، هي اللي مش قابلاه، هي وهي وهي وهي. لكن انا ما بغلطش، ما ينفعش اكون انا الايه اللي غلطان. فطلعت المشكله في الاخر عنده هو. فلما اجي اتواصل مع الاخرين، نبدا بالقاعده الاولى اللي بدانا بيها، انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. لو جبنا خلاط ودخلت برتقانه، هتطلع لي عصير ايه؟ برتقال. ينفع تطلع عصير فراوله؟ امتى بقى تطلع عصير فراوله؟ لما دخل فراوله. يبقى لو مش عجباني المخرجات، ارجع ادور على المدخلات، انا بدخل ايه؟ طب انا عايز فراوله ادخل فراوله، عايز برتقال ادخل ايه؟ ادخل برتقال. فمهم جدا اخد المسؤوليه واقول انا مش عارف اتواصل عشان انا عندي قصور في 1 2 3 4. لو قسمناها نسب في التواصل، انا عليا اكتر من 85% والاخر عليه 10 او 15% بس. طيب الاخر هو بيتواصل معايا، هو عليه 85% وانا عليا كام؟ 15%. فدي بعض المبادئ او القواعد اللي بيقوم عليها التواصل مع اي حد، وتحديدا هنستخدمها بقى في التواصل مع مين؟ مع المخدومين. لغايه كده في اي سؤال في التواصل؟ اقولهم بسرعه تاني. طيب خدنا اول حاجه، انا اتحكم في عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي.
اتكلمنا عن احترام وقبول الآخرين زي ما هم. الخريطة ليست هي المنطقة، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية. الشخص الأكثر مرونة هو الأكثر نجاحا. سحر الابتسامة، سحر الكلمات، والاستماع الفعال، وسندويتش النقد. في أي سؤال؟ كنت سعيد جدا جدا بوجودي في وسطيكم، تشرفت بمعرفتكم، وإن شاء الله دايما في الارتفاع على طول، ونعرف نتواصل ونكسب نفوس كتيرة للسيد المسيح. شكرا ليكم، وأشوفكم مرة تانية.